وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نعمل لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هيكون كيك الليمون بدقيق الرز، وتاني حاجه هنعملها هيكون التيراميسو. دلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كيك الليمون بدقيق الرز. ومقادير الكيك هتكون 3 صفار بيض، 120 جرام سكر زائد 1 معلقه كبيره كمان سكر، 3 بياض بيض، رشه ملح، 70 مللتر زيت عباد الشمس، بشر 3 ليمونات، عصير 3 ليمونات، 120 جرام دقيق رز، وربع معلقة صغيرة بيكنج سودا. بعد كده عندنا كريمة الليمون، هيكون 1 كوب عصير ليمون طازة، 2 معلقة كبيرة بشر ليمون، 1 كوب سكر، 6 بيض، و 180 جرام زبدة مكعبات. هنبتدي بالكيكة، واول حاجه هنعملها ان احنا هنضرب بياض البيض مع الكميه الاولى من السكر، وهنضرب بياض البيض لحد ما يبقى هش، وبعد كده هنحط السكر شويه شويه علشان نعمل مرنج، وبعدين هناخد المرنج ونحطه في بول، وبعد كده هنعمل بقيه المقادير. احنا بنعمل كده علشان نستعمل نفس البول بدل ما نوسخ 2 بولز، وبعدين بعد كده يعني نعمل الحاجات دي كلها، وبعدين ناخد بول تاني نعمل فيه بياض البيض مرنج لوحده. هكذا هنستعمل بول واحد للكيك. احنا كده ضربنا البياض وعملنا مرنج، هنحطه في البول. وزي ما احنا عارفين احنا نقدر نضرب صفار البيض بعد البياض في نفس البول، لكن ما نقدرش نعمل العكس. لان بياض البيض ما ينفعش نضربه في بول يكون مطرحه اي نوع من انواع الدهون، وطبعا صفار البيض فيه دهون. هنحط دلوقتي صفار البيض والسكر ونضربهم. وبعدين هنبتدي ننزل زيت عباد الشمس وهما بيتضربوا شوية شوية. وبعدين هنحط الليمون وبشر الليمونة، وهنخلط
المواد الجافة مع مع دقيق الرز وهناخد البول هنا وهنبتدي نقلب بالراحة. هناخد شوية من بياض البيض ونضيفهم الخليط ونعمل فولدنج. وناخد شوية من خليط دقيق الرز ونعمل فولدنج تاني ونكرر. ناخد شوية من المرينج ونعمل فولدنج وبعدين آخر مرة ونحط آخر شوية فاضلين من المرينج ونقلبهم. مع الخليط ونجيب الصينية اللي هنخبز فيها ونحط كيك الليمون فيها وندخله الفرن. اوكي هنحط كيك الليمون في القالب. طبعا كل واحد يختار القالب على ذوقه. وهندخل الكيكة الفرن. هندخل الكيك على فرن 170 وهتاخد حوالي 30 دقيقة وهنطلعها لما نختبرها بالتوثبيكس أو الخلة وتطلع نظيفة خالص ويبقى لونها طبعا وشها كده يبقى لونه ذهبي. ودلوقتي نعمل الحشو بتاعها. هنحط عصير الليمون الطازة وبشر الليمون والبيض وهنقلبهم مع بعض كويس الأول قبل ما نحط الزبدة ونحطهم على النار. وطبعا أي حاجة فيها بيض على طول احنا مش عايزين نغليها على النار. هنوصلها بس لدرجة 85 مئوية لأن أي حاجة فوق كده على طول هتتحول إلى أومليت أو سكرامبلد إيجز يعني وهيبقى طعمها وريحتها وحشة مش هنستمتع بيها خالص. فلازم نشيلها من على النار
أول ما توصل لدرجة حرارة 85 مئوية وقبل، فبالتالي هيبقى قبل ما تغلي. والزبدة طبعا هتسيح كل ما السائل ده هيسخن، وعلى طول هنحطه في بول، لان لو سبناه في نفس الحلة هتكمل تسخنه لحد ما يغلي، لان طبعا الحلل بيبقى بتحتفظ بدرجة الحرارة دي، بتفضل تسخن الاكل بعد حتى ما بنطفي النار. فحتى لو طفينا النار ممكن درجة الحرارة تفضل تعلى وتوصل لدرجة الغليان. لازم نفضل نقلب علشان درجة الحرارة تفضل متساوية، القعر ما يسخنش اكتر من الباقي. انا حسب يبتدى يتخن خلاص. اوكي خلاص. وده بيبقى شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن. وطبعا احنا محضرين كيرد الليمون من قبل كده، وبيدخل الثلاجة وبيقعد في الثلاجة طول الليل احسن برضو عشان يمسك نفسه كويس. هحشي بيه الجزء اللي في النص ده كده، كده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة، وإن شاء الله تكون عجبتكم. نطلع فاصل وبعد كده نعمل تاني وصفة مع بعض. أهلا وسهلا بكم، نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي التيراميسو. ووصفة التيراميسو بالنسبة للبسكوت هنعمله في الأول، هو عبارة عن 5 بياض بيض، 1/3 كوب سكر، 5 صفار بيض، ونص كوب سكر، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 كوب دقيق كيك، نص ربع معلقة صغيرة ملح، ونص كوب سكر بودرة. عندنا شراب التسقية اللي هنسقي بيه البسكوت بتاع التيراميسو. البسكوت طبعا اسمه ليدي فينجرز او صوابع الست. هيكون عبارة عن 150 جرام سكر، 150 مللتر مية، و3 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان. بعد كده عندنا حشو الماسكربوني. عندنا 1.5 كوب سكر زائد شوية مية علشان نوصل السكر لدرجة حرارة 118 مئوية. عندنا 8 صفار بيض، 1.5 كوب ماسكربوني، وعندنا 2 كوب كريمة مفوقة. هنبتدي بالليدي فينجرز أو صوابع الست. هنضرب بياض البيض لحد ما يبقى هش، وبعد كده هنزود السكر شوية شوية علشان نعمل مارينج.
هنشيل المرنج وهنحطه في بول على الجنب، وبعد كده هنضرب الصفار والسكر مع بعض. نفس الفكرة بتاعت كيك الليمون اللي عملناه. نستعمل نفس البول، ودلوقتي نحط الصفار والسكر مع بعض ونضربهم لحد ما يوصلوا لمرحلة الشريطة. ممكن نحط معاهم الفانيليا كمان. اوكي، كده كويس. هناخد شوية بياض بيض ونقلب بالراحة خالص. وبعدين ناخد شوية دقيق. انا حطيت الملح مع الدقيق وقلبته. ارجع اخد شوية بياض بيض شوية دقيق. وآخر شوية دقيق. وبعدين آخر شوية بياض بيض. ونجيب الصينية اللي هنحط فيها، نجيب دول على جنب. وطبعا بيبقى أسهل كتير لو عندنا جاج زي كده. نحط العجينة بتاعتنا بالشكل ده.
ونبتدي نعمل الليدي فينجرز أو صوابع الست. بناخد نوزل أو فتحة بالشكل ده، تكون مدورة سادة وصغيرة، ونبتدي نعمل الأشكال. فاضل السكر البودرة. السكر البودرة بيترش عليهم قبل ما بيدخلوا الفرن، بس طبعا أسهل بدل ما أرشه بالمصفى إن أنا أرشه بدي. بيديهم لمعة وبيديهم لون حلو لما بيدخلوا الفرن. اوكي، ودلوقتي يدخل الفرن على 180، هيقعدوا حوالي ربع ساعة. هنعمل السكر اللي هنطبخ بيه صفار البيض اللي هنحطه على الماسكربونيا عشان نعمل الحشو بتاع التيراميسو، وكمان هنعمل الصوص اللي هنحط فيه البسكوت بتاع التيراميسو، الصوص القهوة. هنجيب السكر وهنحط عليه شوية مية، وهنوصله لمية وتمنتاشر مئوية، وحنحط صفار البيض في العجينة. هنحط المية والقهوة سريعة الذوبان والسكر، وهنغليهم على النار لحد السكر والقهوة ما يدوبوا وتبقى عاملة زي الشربات. ودلوقتي أشغل العجينة على صفار البيض وأحط السكر.
وده بيبقى شكل الليدي فينجرز لما بتطلع من الفرن. ودلوقتي هناخد البيض اللي ضربناه مع السكر اللي بدرجة حرارة 118 او طبخناه مع السكر اللي بدرجة حرارة 118، وبعدين هنحط لها كمان كريمة. وبكده بيبقى حشو الماسكربوني جاهز. وطبعا لما بيدخل التلاجة بيمسك نفسه اكتر. ودلوقتي هنبتدي نرص صوابع الست او الليدي فينجرز في اي طبق، بس يكون غويط شوية، احنا اخترناه عشان نقدم فيه. وبعدين هنجيب صوص القهوة اللي حضرناه وهنبتدي نشرب الليدي فينجرز بصوص القهوة. والبسكوت طبعا لان هو فيه بورز او فيه مسام كتير بيشرب القهوة دي تماما بعد شوية، فبيبقى طعمه حلو. وبعدين هنبتدي نحط حشو الماسكربوني فوقه، والمفروض ان احنا نستنى لما البسكوت يتشرب اكتر من الحشو علشان ما يختلطوش مع بعض، يبقى دي طبقة ودي طبقة. وبعدين مرة تانية لما الطبقة دي تمسك شوية هنحط الطبقة اللي بعدها من البسكوت، بس المرة دي ممكن نسقيه هنا وبعدين نحطه فوق الطبقة دي، علشان طبعا مش هنحط يعني سائل كده فوق الماسكربوني على طول ونرجع نعمل طبق تانية. وطبعا احنا محضرين واحد جاهز ونجيبه ونزوقه مع بعض. فهجيب الكاكاو والشوكولاتة وهحط عليه الكاكاو وبعدين شوكولاتة مبشورة. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي تيراميسو، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.